كيف يكون لسيدنا رسول التصريف في الأكوان والتشريعات؟ مش هو الخليفة؟ الخليفة بحق، يبقى ليه التصريف؟ أشار للسماء فأمطرت، أشار للقمر فانشق، أدي تصريفه في الأكوان، مش كده برضه؟ إن الجيش يعطش يحط إيده الماء ينبع من بين أصابعه يسقي الجيش، يحط النخلات يغرسها تطرح بعد كام شهر، وانت لو غرست نخلة هتقعد تخدم فيها 7 سنين على ما تطرح، هو النبي يغرسها بعد كام شهر تطرح، يبقى مش ليه التصريف؟ صلى الله عليه وسلم يجي له واحد عينه على خده واقع كده يردها له يبصر في الحال، يجي له واحد تاني ايده مقطوعة معلقة بجلدة يردها له ويدي له سيف، يمسك السيف الايد اللي كانت مقطوعة يحارب في الحال، مش يقول له تعال لي بعد اسبوعين اما اغير لك، وبعد 3 اسابيع من العلاج طبيعي، وبعد سنتين اشوفك في الحال، صلى الله عليه وسلم. حاجه يعني ازاي ما قالوش التصريف في الاكوان؟ واخد بالك؟ اشار للسماء فامطرت واشار للمطر، قال له كده حوالينا لا علينا، يطيع ايده لحد ما يبقى حوالين المدينه صلى الله عليه وسلم. والتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كأن السواك أراده الله أن يكون شرطا لصحة الصلاة، كان ربنا مراده في التشريع كده، زي ما جعل كده الوضوء شرط لصحة الصلاة كان هيشرع السواك شرط لصحة الوضوء، بحيث ما تعرفش تتوضأ ولا تقرب إلا بالسواك. فالنبي قال إيه؟ قال يا رب لا أريد أن أشق على أمتي، اجعل السواك سنة ليهم بس ما تخلوش شرط، يبقى مش تصريف أهو، خفف لنا. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كأن ربنا خيره أجعل لهم السواك شرط ولا أجعل لهم سنة يا حبيبي، فحبيبه قال له خليها سنة يا رب فجعلها سنة. التاني يقول له إيه؟ أيجب علينا الحج كل عام يا رسول الله؟ يقول له لو قلت نعم لوجب وما استطعتم. الله، ده التشريع متعلق باختياره، يبقى له التشريع، فهمت إزاي؟ يخص من شاء ببعض الاحكام اللي يسموها حادثة حال، واخد بالك؟ واحد يذبح الأضحية بتاعته قبل صلاة العيد، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ليس عندي الا جزعة، يعني حتة معزة لسه مولودة بقالها شهرين، دي ما تنفعش أضحية. يقول هي لك أضحية ولغيرك لا، اذبحها هي أضحية لك. الله، يخص بأحكام. يقول لسيدنا علي لا يحل المسجد لجنب الا لي ولعلي بس، لكن اي جنوب ما يقعدش في المسجد الا النبي وعلي بس، خلاص. وفي روايه تانية واولاد فاطمه كمان، حسن والحسين يدخل، فهمت بقى ازاي؟ يبقى له ان يخص من شاء بما شاء من الاحكام، فهمت ازاي؟ يجي سالم راجل كبير كده وكان متبنى، وكانت زوجة ابوه بالتبني، زوجته التانية يعني ايه، بتحس انه بيغير منه لما يدخل عليها، فقال لها ارضعيه، وهو كبير كده ارضعيه، يعني تدي له قليل من لبنك، مش شرط يلتقي بالثدي يعني، تعصري لبن كده وتدي له في كوبايه يشربه، خلاص تبي امه من الرضاعة، مع ان الرضاع الكبير لا يحرم الا سالم خصه دون الام، خلاص، فهمت بقى ازاي؟ وبالاجماع رضاع الكبير لا يحرم، بالاجماع اللي استقر الاجماع عليه، وخلافه سيدتنا عائشه في المساله لا تخرق الاجماع لان لم يوافقها باقي امهات المؤمنين. أشياء كثيرة، معاذ بن جبل يبعثه قاضي لليمن ويجيز له قبول الهدية، والهدية للموظف رشوة، إلا معاذ ياخد الرشوة، حلال عليك يا معاذ، والرشوة حرام على أي واحد في الأمة إلا معاذ. اشمعنى؟ يقول لأنه معاذ إذا أخذ شيئا يتصدق به، لا يمسك الشيء لنفسه. الحرير حرام يلبسه أي راجل من الأمة إلا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، يلبسوا الحرير حلال عليه. يبقى له ان يخص من شاء بالاحكام اهو، يبقى له الايه؟ التصريف في التشريع، ولو التصريف في ايه؟ في الاحكام. صلاه العشاء اصل وقتها عارف امتى؟ الساعه 11 بالليل، اصل وقت صلاه العشاء كده، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لايه؟ لامته، لان امته عايزه تنام، واخد بالك؟ شغالين طول النهار، هنقعد مستنيين كده 11 بالليل عشان نصلي العشاء، وبعدين بعد كده هنام امتى عشان اقوم للفجر؟ يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ يختار يخليها بعد غياب الشفق، علشان تصليها بعد المغرب بساعة وخلاص، بدل ما تستنى بعد المغرب 4 ساعات ولا 3 ساعات.
يقول والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لما أخرها لتلت الليل يقول لهم والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فاختار أن تكون عند غياب الشفق. يبقى له التصريف في التشريع أهو صلى الله عليه وسلم. الربا حرام بالإجماع، لكن إيه؟ يجيز في العارية، يجيز في العارية خرصا. مش احنا لسه قلنا العارية اللي هي الصدقة للفقير، احنا عارفين ان انت علشان اما تطلع تمر مقابل تمر لابد انك تستنى لما الرطب يتتمر علشان يبقى وزنا بوزن، والا وقعنا في ربا الفضل. لكن اجاز في العارية عشان صدقة ان تخرج خرصا تخمينا دون ايه التقييد بالوزن وزنا بوزن، يعني في عرة الربا ويجازها النبي لأمته من اجل الصدقة. الله يبقى ملوش التشريع يجعل الحرام حلال، الربا حرام يخليه حلال في بعض الصور، بيع الغائب حرام لا تبع ما ليس عندك حرام، يقوم يجيزه ببيع السلم. شفت ازاي؟ بيع السلم انك انت ايه بتدفع حاجة لشيء موصوف في الذمة، يعني شيء مش موجود. أجازه النبي بالرغم أنه حرام حسب القواعد، إلا أن النبي أجازه لعموم الحاجة إليه لرفع الحرج عن أمته. يبقى ملوش التشريع في التصريف في التشريع، له التصريف في التشريع، فهمت؟ وله التصريف في الأكوان، وله التصريف في الجنة، وله التصريف في يوم القيامة. هي يوم القيامة هيتم حاجة إلا لما النبي يتدخل. والله لو لما دخل النبي لحنفضل كده واقفين كده قاعدين في الشارع، حتى قال النار يا رب بقى يعني احكم ولو للنار، عايز يدخل يستقر بقى هناك بقى، يعني ما هو واقف كده الشمس قريبة عليه وضربة في دماغه وحاجة يعني، فما ما عايز يأثر المسألة. يوم النبي هو اللي حيه، يعني له التصريف يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ولو التصريف في الحساب، ده تيجي مجموعة من الأمة كده يتوزن لها الموازين، يطلع الحكم ان هم يدخلوا النار، يجي ربنا يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب لا دخلهم للجنة على طول، معلش عديها لهم عشان خاطر انا، عديها دول امتي حبايبي دول، يروح مدخلهم. الله، ما دي الشفاعة دي. الله، وبعدين ما يدخلنا الجنة يدخل احنا علينا الجنة، يقول يلا انت هنا يا اسري، لا لا ده انت مش هنا، لا تعالى معايا، يرفع درجات امته. الله، يرفع درجات امته جوه الجنة. يعني ربنا بدي لك مرتبة جوه الجنة، يجي النبي يقول لك لا لا انا مش عايزه في المرتبة دي يا رب، انا عايزه اعلى شوية، تعالى 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 وعيد. يبقى له التصريف في الجنة، له التصريف في القيامة، له التصريف ايه في الاكوان، له التصريف في التشريع، لانه هو الخليفة بحق، هو الخليفة بحق، هو المقصود من قولي اني جاعل في الارض خليفة، فاهم؟ فليه بقى انت الان من المسألة دي؟ ما هو مصلحتك يا اخي، لما يبقى النبي في ايده التصريف وانت بتحبه يبقى لمصلحتك يا اخي، انت زعلان ليه؟ الوهابيه زعلانه، طب خلاص ما انت كده هتحرم نفسك من تصريف النبي، لان النبي لا يتصرف الا لمصلحتك، لان بيقول انا منكم بمنزله الوالد من ولدي. وبيقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وربنا اذن له، خلاص انت زعلان ليه؟ ربنا اذن له وقال له اشفع يا حبيبي فيما شئت. الله، وبعدين مشيئة النبي هي مشيئة الله، خد بالك مش مشيئتين، ده مشيئة الله انطبعت في قلب النبي فصار النبي لا يريد إلا ما أراده الله، فهي مش إرادتين بتتنازعان، لا ده هي إرادة واحدة بس النبي مظهرها، لكن هو في الآخر هو لطف الله، كله لطف الله، لكن ربنا جعل لطفه مظهره النبي، فهمت بقى؟ عشان الناس كلها تحب النبي، عشان الناس كلها تروح للنبي. فاللي رايح للنبي ورايح لله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله. لكن الوهابيه الانين من المسائل دي، ليه مش عارف ايه اللي قلقهم، يعني ما هو نبيهم اي شرف ليه شرف ليهم، لكن هم حرموا نفسهم بسبب ضيق الافق، ضيق الافق، ربنا يوسع افقه حتى يدركوا هذا.